أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال وزير الصناعة الحالي منهل الخباز إن المنتجات العراقية تحتاج إلى تسويق والترويج. وقال الخباز إن مشكلة الصناعة هي تركة 17 سنة من الفشل، فمن أصل 27 شركة هناك شركتان رابحتان فقط، فضلا عن واقع سوء دمج الشركات ببعضها البعض. أضاف أن الواقع الصناعي في العراق يحتاج من 40 إلى 50 ألف عامل للنهوض بالقطاع الصناعي في العراق ومنافسة الشركات الكبيرة، لا سيما معملي الأسمنت ومحولات الكهرباء. أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي أنه عدم وجود رقم دقيق جدا لحجم الديون المستحقة على العراق، بينما سيستمر تسديدها حتى العام 2048. وأضافت اللجنة أنه من الضروري إيجاد خطط لتعزيز مصادر الدخل القومي من أجل تسديد الديون وليس فقط تحصيل القروض، لافتة إلى أنه لا توجد هناك خطوات عملية من جانب الحكومة على أرض الواقع لتعظيم موارد قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، برغم سعي الحكومة لقروض داخلية وخارجية لدعم موازنة العام الجاري. كشفت وثائق مسربة عن عقود التراخيص النفطية في العراق عن تسلم أكثر من 270 شخصاً أجنبياً رواتب من وزارة النفط بالبلاد تصل إلى 150 مليون دينار لكل فرد شهرياً. وتظهر وثيقة مسربة تسلم الموظفين الأجانب في شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف في ذي قار رواتب شهرية بين 73 ألف دينار إلى 150 ألف دينار، مع أنهم يعملون لمدة 8 أشهر فقط في السنة. وتكشف هذه الوثيقة أن على المشككين تدقيق نفقات الشركتين البريطانية والصينية العاملتين في حقل الرميلة، حيث هناك طفرات ليس فقط بالرواتب بل ببدائل السفر والطعام والحماية التي تصل إلى 95 مليون دولار لكل فقرة خلال عام واحد فقط. من جانبها قالت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى جودت إن عقود المواد الغذائية التموينية في وزارة التجارة تعود لشخصيات وكتل سياسية متنفذة. هذا واتهمت النائبة جودت وزارة التجارة بالتورط بالفساد، لافتة إلى أن ترشيح وزير التجارة الحالي وسابقيه من الكتل السياسية أدى للضغط عليهم من أجل ضمان مصالح تلك الكتل، في حين أنهم وافقوا مسبقا على تلك الشروط. وأكدت جودة أن الشخصيات المتنفذة بالبلاد تقوم باستيراد أسوأ أنواع المواد الغذائية في العالم لتوزيعها على المواطنين في العراق في الحصة التموينية. تسببت شركة كاشيو المختصة بالتعاملات المالية عبر الإنترنت بأزمة مالية كبيرة لكثير من عملائها في ليبيا، ووجد عملاء الشركة الليبيون أموالهم المودعة لدى الشركة رهن الاحتجاز، إذ توقفت خدمات بطاقة كاشيو وجرى إصدار بطاقة جديدة يتطلب استخدامها دفع أموال جديدة لتعبئة الحسابات الموجودة أصلا مسبقا، ما منع العملاء من الوصول إلى أموالهم المودعة أو استخدامها. حذر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الذين يستثمرون أموالهم في العملات المشفرة مثل بيتكوين من تعرضهم لخطر الإفلاس. وأضاف بيلي أن هذه العملات ليست لها قيمة جوهرية إطلاقا، برغم أن الناس يعطونها قيمة متصاعدة لها. وارتفعت قيمة عملة بيتكوين بأكثر من 90% منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بالاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسين والمشترين من بعض الشركات الكبرى. إلى اللقاء.